تكويت بالزيف وداري بي يا ربي جوز كيكون في يتعلمي عندي غيتي انا عندي غيتي ماني شبلي حضريت من قلبي تكويت بالزيف وداري بي يا ربي. السلام عليكم، معكم الشاب عزيز فنان كنغني في مربية وانا معكم اليوم هنا في المغرب. الفن انا بديته ملي كنت باقي صغير، انا ملي كنعقل على راسي وانا كنعقل على راسي كنغني كنت باقي صغير وكنغني كل شيء، ولكن هاد الساعه هادي مختص في الراي، كنغني الراي. زعما واش هي موهبه ولا انت اللي بغيتي تعلم؟ لا هي موهبه. انا ملي كنعقل على راسي ملي كنت باقي صغير وانا كنغني، يعني ملي كنت صغير كنت في المدرسه وهادي كنت كنعقل على راسي وانا كنغني. في الاول كنت كنغني الطرب، سمو لعب الطرب ملي كنت باقي صغير وهاديك، ومع الوقت انت بديت دابا مع الراي، موجات الراي، انت عارف موجات الراي، كنغني الراي. واش يشجعوك شي فنان في البدايه ديالها؟ اويك واه كان عندي فنانه، عندي الفنانين كاملين صحابي الحمد لله، عند منهم موس ماهر خويا وحبيبي، احمد شوقي صاحبي، ايمن السرحاني خويا تا هو، ما ننساش امين المش اللي دائما معايا ودائما في جنبي، احسن بيانيست كاين دابا خويا وحبيبي. دائما الحمد لله دائما كنت كنتشجيعات ديالهم وواقف كيزيدوني للقدام دائما. لا الحمد لله ما كاينش عراقيل في هذه الساعه. الانسان الصراحه خصو شويه في الاول شويه الدفع، هذه ضروريه، يعني الانسان الا لقى اللي غادي يعاونو لي فانس وهذيك المتابعه غادي يوصل ان شاء الله. كنعرفوا بلي كاينه واحد الحرب فنيه يعني بين الفنانه، وكتكون واحد الحرب فنانه يعني ما كيبغوش فنان اخرين يخدموا معاهم، واش انت اللي كيكون عنده الحرب مع الفنانه كيكون ماشي فنان، لان الفنان الا كان تايق في راسه هذيك ما كيكونش عنده حرب مع الفنانين، بالعكس الفنان خو الفنان. ولكن هادو كاينين بعض الناس اللي ماشي فنانين اللي تلاحوا على الفن، هادوك هما اللي كيكون عندهم مشكل مع فنانين اخرين، بغيو البوز على ظهر فنانين اخرين، هادوك ما عندنا بهم حتى شي علاقه حنا. كاينين بعض الفنانين يعني اللي ما كيبغوش كيقولوا ما كنخدموش في الكباريات، وما كيقول لك يعني الفنان اللي كيخدم في الكباري ماشي فنان. وكل واحد والراي ديالو، يعني كل واحد، ولكن اكبر انا كنشوف ان اكبر فنانه خرجوا من الكباريات، بزاف ديال الفنانه وفنانه ستار كبار خرجوا من الكباريات، ولكن اللي كيقول ما كي اللي في الكباري ماشي فنان كيبقى الراي ديالو هذاك هو كاع. لا انا ما عنديش مشكل نخدم في الملاهي الليليه، لان الملاهي الليليه تقدر تكتسب خبرات، تكتسب تجربه، تعامل مع لي فان، مع الكليان، مع يعني انا ما عنديش مشكل. تبارك الله عليك. شنو الجديد دابا ديالك؟ الجديد ان شاء الله عندي ثلاثه الاغاني غادي يطرحوا في السوق قريب ان شاء الله، غادي نخليهم مفاجاه قريب ان شاء الله ينطلق مور رمضان ان شاء الله يطلق الاولاني، وغادي يجيو جوج اخرين موراه ان شاء الله. لا انا ماشي على فضلت اسبانيا ولا فضلت المغرب، غير انني انا طلعت لاسبانيا صغير وصافي، ملي بقيت تما يعني بقيت خدام تما، ما رجعتش للمغرب. انا كندخل المغرب ساعه ساعه، خدمت هنا في المغرب شحال من مره، ولكن انا عايش تما اللي كنخدم في اسبانيا. كيفاش كيجيك الفن هنا في المغرب؟ واش كيبان لك كاينين غادي مزيان؟ طبيعه الحال عندنا فنانين كبار في المغرب، كاين فنانين كبار وليزارتيست موجودين هنا في المغرب، كاين الفن كاين. عرضني خويا وحبيبي موس ماهر المحل ديالو، وعندنا سهره ان شاء الله هنايا، سهره حيه في المحل ديالو، ورا الدنيا كومبلي وكيبان داكشي زاهي نزهيوها ان شاء الله. شنو غتقدم للجمهور؟ من كل فن طرف ان شاء الله، غادي نقدم لهم كل شيء اللي بغى يسمعوا غادي نسمعوه لهم ان شاء الله. تقدر تسمعنا شي حاجه؟ نسمع خويا. حبيبي مهما سافرت مهما بعدت ومهما غبت، اروح عني قريب مني، مهما طالت رحلتك مستنياك، قلبي معاك يا حبيبي في غربتك، مستنياك اروح بشوق
كل العشاق مستنيك تعبت تعبت من الأشواق مستنيك وانا دايبة يا عيني من الفراق حبيبي حبيبي. كلمة الجمهور كنتمنى نعجبهم نتمنى نعجبهم صوتي واللي شافني وعجبته يتابعني. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.